السلام عليكم. اليوم إن شاء الله موعدنا مع الدرس السابع. في هنا محضر كم فيديو. الفيديو هذا لما احنا بنحضر البطارية للعمل احنا ما حطيناش المشابك فيها، وانما الحام. لاحظ معايا كمان مرة كيف بنلحم. حرارة ومكوى وجزدير، بعدين بنرفع الجزدير، بعدين بنرفع المكوى، نلحم السلك، نعيد هنا كمان مرة. السلام عليكم. خطوات الإلحام زي ما حددناها في دروس سابق، نعطي حرارة، نخلي المكوى موجود، بنحط الجزير، بس ينصهر الجزير وياخد شكل انسيابي، بنرفع الجزير، بعدين بنتأكد من الشكل الانسيابي وبنرفع الكاوي. عملنا النقطة الأولى وهلقيتها بنعمل النقطة الثانية. لاحظ الترتيب. قلت لسه هنحط سلك الحام، سلك اسود مع الطرف الاسود السالب تبع البطاريه، طبعا سلك احمر. هاي بنحط حراره. لاحظ هنا بحط حراره، بعدين
سلك الحام، سلك الحام، رفعت سلك الحام، بعدين بأرفع الكاوي، بعدين بألحم السلك الجديد، وهي سلك أحمر، سلك أحمر على وين؟ على السلك أو على طرف الموجب للبطارية. طبعا السلكين الأحمر والأسود يفضل ما أخليهم مش طول بعض، ما يكونوش طول بعض، على أساس لو أنا تركتهم ما يعملوش قصر مع بعض. نكمل، وبهيك بنكون لحمنا أسلاك للبطارية ومجهزينها عشان نعمل التجارب اللي احنا عاوزين نعملها. في انت بتشوفه هنا، طبعا هذه الافلام كانت جاهزة من امبارح، بس حصلت مشكلة عندي ما رفعتهمش. هنا البطارية، هاي هنا الطرف الأحمر وصلته على مفتاح، الطرف الثاني للمفتاح وصلته على مصباح، وهي الطرف الثاني للبطارية المفترض ينشبك هان عشان تضوي اللمبة. هنا من غير ما أفتح المفتاح طبعا ما فيش تيار كهرباء. وصلنا المصباح، افتح المفتاح، بضوي المصباح، نقيس التيار، شوف التيار قديش اللي بمر في هذه الدائرة. التيار زي ما أنا شايف 263 ملي أمبير، 263 ملي أمبير، 263 ملي أمبير. هنا أنا بقيس في جهد البطارية، حولت على التيار عشان بدي اقيس تيار. لاحظ انا لو انا واضع على طرفين البطاريه جيت اقيس تيار، معنى ذلك انه الساعه تبعتي بتتدمر، بتروح بتخرب او بيعطل الفيوز بتاعها. هنا عندي 61 ملي امبير والبطارية 6 فولت، وهذه المسألة اللي حليناها امبارح اللي هو بنكون واصلين مقاومة قيمتها 100 اوم مع البطارية. هذه التجربة اللي حكيناها امبارح. شوف الفيديو الثاني. هنا مقاومتين انا واصلهم على التوالي، التيار بتاعهم زي ما انت شايف 31 ملي امبير، اللي هو تقريبا نص التيار بتاع مقاومه واحده. ومن خلال التجربه العمليه هذه وجدنا انه لما وصلت انا مقاومتين على التوالي قيمه كل واحده 100 اوم، انخفض التيار للنص عن اكون موصل مقاومه واحده فقط لا غير. التمرين اللي عملناه، القياس اللي عملناه امبارح، مقاومتين على التوالي، المقاومتين على التوالي كان القياس تبعهم 31 ملي امبير، وعملنا الحسبة تبعتهم عن طريق قانون اوم. قلنا انه ار ايش بتساوي في على اي، في اللي هو 6 و13 زي مقاسة الساعة، التيار زي ما قاسته الساعة 31 ملي أمبير، وقلت أنا ما بقدرش أعوض في القانون بال 31 ملي أمبير، لازم أحول الملي إلى أمبير لأنه هيك النص تبع قانون أوم. بنفعش أحول على أعوض على قانون أوم لا بالملي ولا بالكيلو، لازم بالوحدات الأساسية، يعني المقاومة بالأوم، الجهد بالفولت، والتيار بالأمبير. بصير 6.13 على 31 من 1000، وتساوي إذا المقاومة 168 أوم، 198 أوم. إذا لما وصلت مقاومتين على التوالي كل واحدة فيهم 100 أوم، أعطوني قيمة نهائية مقدارها 198 أوم
وقلنا ان 198 اوم هي المقاومه ال 200 اوم. ومن خلال التمرين تبع امبارح قلنا لو كان انا عندي مقاومتين 200 اوم 100 اوم 100 اوم موصلات على التوالي، فبيتبعوا قانون توصيل المقاومات على التوالي اللي هو ميم واحد او ميم الكليه تساوي ميم واحد زائد ميم اثنين زائد ميم ثلاثه وهكذا. اليوم ان شاء الله حنتعرض لتوصيل المقاومات على التوازي. توصل المقاومات على التوازي. توصيل المقاومات على التوازي بالشكل اللي انت بتشوفه، هلا وعنا بدي هنا بطاريه. توصيل المقاومات على التوازي زي ما هي تاخذ الشكل اللي هنا، مقاومة واحد، مقاومة اثنين، مقاومة ثلاثة، كلهم بوصلهم بالشكل اللي انت شايفه، جميع الأطراف مع بعض والطرفين النهائيين بنوصلهم بالبطارية. وتوصيل المقاومات على التوازي، توصيل المقاومات على التوازي بيتبع القانون، واحد على آر الكلية بيساوي واحد على آر واحد زائد واحد على آر اثنين زائد واحد على آر ثلاثة وهكذا. بالنسبة لتوصيل التوالي والتوازي قبل ما نشوف نتيجة التمرين اللي احنا بنعمله، إذا احنا بدنا نشتغل في الموضوع رياضيات، رياضيات ممكن نحط القيم اللي احنا عايزينها. يعني ار واحد تكون مثلا 47 اوم، ار اثنين تكون مثلا 150 اوم، مثلا ار ثلاثة 3300 اوم. هذا اسمه رياضيات، ما هوش اسمه مهنة. إذا إحنا بدنا نتعامل مع توصيل التوالي والتوازي كما هو في الناحية العملية، حنجد إنه المصمم بالعادة بيستخدم مقاومات متساوية، سواء بده يستخدم توصيل التوالي أو توصيل التوازي. بيستخدم مقاومات متساوية القيمة، ولو ما كانتش المقاومات متساوية القيمة حتكون قريبة جدا من بعض. يعني زي كيف؟ يعني مثلا ممكن أوصل مقاومة 1 كيلو مع مقاومة 1.1 كيلو، لكن عمريش في الناحية العملية وصلنا مقاومة مثلا 1 كيلو مع 10 كيلو، لا توالي ولا توازي، لأنه 10 كيلو للكيلو يعني تقريبا هذه نسبة خطأ. يعني لما أقول أنا عندي مقاومة فيها نسبة الخطأ 5%، 5% معناتها 10 كيلو فيها نص كيلو يعني خطأ، يعني قيمة خطأ نص كيلو. فلما أجي أنا بدي أركب مقاومة 1 كيلو تبقى برضه تضاف إلى نسبة الخطأ، لأنه في بعض المقاومات عندي نسبة الخطأ فيها 10%، يعني 10 كيلو ممكن تكون 1 كيلو فيها نسبة خطأ. فلو وصلت 1 كيلو مع 10 كيلو على التوالي ممكن النتيجة كلها تكون نسبة خطأ. عشان هيك مش بنوصل إلا مقاومات يا متساوية تماما في القيمة والقدرة، في القيمة والقدرة، يا إما قريبة جدا من بعض. يعني مثلا 100 أوم أوكي مع 120 أوم توالي أو توازي ممكن، إنما قيم بعيدة كثير عن بعض هذه من الناحية العملية ما فيش منها اطلاقا. يعني ما تلاقيش انه واحد موصل لمقاومه 1 كيلو مع مقاومه مثلا 5 كيلو حتى، ما فيش. نشوف نتائج اللي هي موجوده هنا لتوصيل مقاومتين على التوازي، كل واحده فيهم 100 اوم. هاي هو هذا الفيلم، هاي عندي نرجع الفيلم من اول. عندي انا طبعا بقيس جهد البطاريه دائما عشان اتاكد
انه البطل وهيها قدامي بقيس 1 من 10 او 6 و13 او 12%، هذا جهد البطاريه. ولاحظ انا بقيس جهد البطاريه على تدريج الفولت، خد بالك من تدريج الفولت. لو انا كنت بدي اقيس جهد البطاريه هنا وانا حاطط على التيار، على طول الساعه بصيرها عطل فورا، لانه الساعه هذه ما بتقدر تقيس التيار تبع البطاريه. 6 و12% الساعه على تدريج الملي امبير، وبنقيس طبعا احنا على التوالي. يعني هي هنا الرسمه قدامك، هنا البطاريه، هنا السلك الاسود اللي احنا لحمناه، هنا السلك الاحمر، هنا مقاومتين، الواحد كيلو واحد ال 100 اوم 100 اوم الموصلات على التوازي. ما ياخد بالك من توصيف التوازي كيف، نفس الرسم اللي رسمناه. وهي طرف من الساعه على هذا، على هذا الطرف من المقاومات، والطرف الثاني للساعه حوصله هنا واقيس التيار. بقيس التيار وبشوف التيار قديش. طبعا التيار هنا 121 ملي امبير. نراجع الثلاث معلومات هذه. لما انا كنت واصل مقاومه واحده على البطاريه 6 فولت، كان عندي التيار 61 ملي امبير. لما وصلت مقاومتين على التوالي انخفض هذا التيار الى النصف، يعني صار عندي التيار حوالي 31 ملي امبير. عندما وصلت المقاومتين على التوازي التيار علي، بمعنى انه هاي المقاومه اوكي لها قيمه، توصيل التوالي اضعف التيار، ما دام ضعف التيار اذا زاد قيمه المقاومه، يعني توصيل المقاومات على التوالي بيزيد من قيمتها، وتوصيلها على التوازي لما وصلتها على التوازي اعطتني تيار 121، يعني التيار زاد. اذا توصيل التيار المقاومات على التوازي بيؤدي الى انخفاض قيمتها، او كما يقولون انه بتصير قيمتهم اقل من اقل مقاومه موصوله على التوازي. شوف هذا الفيلم ايش لي. هنا عندي مصباح، انا بوصله مع البطارية. الان بقيس التيار، المصباح عداني تيار، طبعا الساعة قاعدة تنخفض. لا نرجع شوية لحظة لورا، ماشي هعيد توصيل التوازي ان شاء الله. عندي الان جبت مصباح وصلته على البطاريه اعطاني تيار 294 ملي امبير. ملي امبير مهم جدا التمييز، وان كان هنا التصوير مش موضحه. 294 ملي امبير. ايش بدنا نسوي هلا؟ لقيت نشوف هجيب مقاومه ثابته. المقاومة هذه كانت القيمة تبعتها 22 أوم، المقاومة هذه القيمة تبعتها 22 أوم،
حا نشوف قياس التيار قديش. قياس عندي 266. وخليني أسأل سؤال وإن كان بسيط جدا، إنه مين تتوقع مقاومته أعلى؟ المقاومة نفسها 22 أوم ولا المصباح؟ مين مقاوم المصباح ولا المقاومة 22 أوم؟ المصباح مقاومته أعلى، المقاومة مقاومته أعلى، المقاومة نفسها، المقاومة. طبعا الإجابات متضاربة. ماشي، أنا بقول هو المصباح أداني تيار 294 ملي، المقاومة أعطتني 266، مين مقاومته أعلى؟ نرجع للعلاقة ما بين المقاومة والتيار مع ثبوت الجهد. نرجع للعلاقة ما بين المقاومة والتيار عند ثبوت الجهد، والجهد عندي هنا ثابت 6 فولت. ركبت قطعة لقيت التيار عندي 294 ملي أمبير، ركبت قطعة ثانية طلع التيار عندي 266 ملي أمبير، فمين مقاومتها، مين مقاومته في القطعتين هذول بكون أعلى؟ كلما قلت المقاومة زاد التيار، وكلما نعم. طبعا أنا عندي إجابات بس متضاربة، يعني أنا بدي هلقيت إجابة نهائية، يعني نهائية خلاص. مين بده يجيب؟ الأخ يحيى. الأخ يحيى معانا على الخط. مين مقاومته أقل أو مين مقاومة؟ إن شاء الله المقاومة قيمتها أقل ولا أعلى يا أستاذ المستقبل؟ المقاومة قيمتها أقل. لا يا أستاذ المستقبل، المقاومة قيمتها أعلى، عشانها أعلى التيار قل. المصباح هو اللي مقاومته أقل، عشان هيك مرر تيار اعلى. يعني خلينا نقول لو انا، طبعا الساعه للاسف بتقيسش اكثر من 400 مللي هذه، والا كنت انا ركبت لك مصباحين على التوازي، فطبعا حيكون عند التيار عالي جدا، لانه كلما قلت المقاومه زاد التيار. ما دام التيار تبع المصباح كان اعلى، اذا المقاومه تبعته هي اقل من 22. مقاومة المصباح أقل من مقاومة المقاومة الكربونية اللي أنا مركبها. مقاومة المصباح أقل من المقاومة الكربونية اللي كنت مكملها. وخلينا نكمل الفيلم. الآن بجيب هنا مقاومة ثانية بأوصلها على التوالي مع المقاومة الأولى، وحقيس التيار، ويا ريت معي 200 مللي معي. يعني احنا قياس التيار بالنسبة لنا مش ذو أهمية كبيرة، بس أنا هنا بقيس لك التيار فقط عشان تستوعب المادة، إنما بعد هيك احنا ما بلزمنا قياس تيار. يعني أنا ما بلزمني قياس تيار بعد هيك، أنا بقيس لك التيار فقط على أساس إنك تستوعب إنه الاسلاك هذه والمقاومات والترانزستورات اللي احنا بنركبها بتركب بطريقه علميه، يعني بتتبع قوانين معينه بس. الان انا وصلت مقاومتين على التوالي، مقاومتين على التوالي، قديش تتوقعوا يكون التيار؟ التيار في الاول كان 266 ملي امبير، لما كنت مركب واحده 22 اوم على البطاريه 6 فولت كان التيار 266 ملي امبير. الآن بركب أنا كمان مقاومة على التوالي نفس القيمة، نفس القيمة، قديش تتوقع يكون التيار؟ طبعا هو أقل وبالملي طبعا، بس بده قيمة قريبة، لأنه إحنا امبارح عملنا بالمقاومة ال 100 أوم، وقبل شوية فرجيتك إياها بال 100 أوم، وحناخذ عليها بالقياس مباشرة. ال 100 اوم بقى التيار
لا استاذ يحيى، لا ده اعيد شويه الفيلم لورا ارجعه. هنا عندي مقاومه، برفع المصباح الان انا على نفس البطاريه، بأشبك مقاومه 222 اوم، هقيس التيار الان، هقيس التيار، التيار عندي 266 ملي امبير. خلينا معك شويه، بدي ارجع انا شويه للوراء هنا، لحظه هنا نرجع لشغل امبارح. امبارح كنت انا موصل بدايه مقاومه واحده، امبارح كنت موصل مقاومه واحده على التوالي مع السري، التيار عندي كان 61 ملي امبير، هذا شغل امبارح، هذا شغل امبارح. لحظة بس، السلام عليكم. يبقى لما وصلت مقاومة 100 اوم كان عند التيار 61 مللي. الان بوصل انا عمالي مقاومتين على التوالي، بصير عند التيار 31 مللي امبير. هنا انا موصل مقاومة 22 اوم، 22 اوم مع 22 اوم، بقيس التيار بيطلع عندي 266. الان حركب كمان مقاومه 220 22 اوم، وبأسأل تتوقعوا قديش يكون قياس الساعه؟ كويس استاذ مروان، يعني قديش؟ يعني قديش؟ طب من وين جبت الملي 100؟ 133 ملي امبير، 133 ملي امبير. نشوف طيب النتيجة هنا كيف عندنا؟ اللي هي 135 ملي امبير، طبعا 133 يعتبر إجابة صحيحة تماما، يعني 135 ملي أمبير. ما ننساش إنه المقاومة فيها نسبة خطأ، ونسبة الخطأ موجودة في كل حاجة موجودة عندنا، حتى البطارية ممكن تقوى وممكن تضعف، وإحنا حسب الاستخدام تبعها. يبقى خلينا متذكرين كويس، لما أنا وصلت مقاومة أخذت تيار معين، لما أنا وصلت مصباح أخذت برضه تيار معين، أنا حاولت أجيب مقاومة مقاربة لممانعة المصباح انما ما زبطت، يعني ما لقيتش قيمه مناسبه تماما. المهم انه هنا كل ما انا بركب مقاومتين، لما انا كنت ركبت مقاومتين على التوالي انخفض التيار للنص، لما ركبت مقاومتين على التوازي بيرتفع التيار للضعف، وهذه الامور متهيألي اصبحت واضحه من خلال ما احنا بنشتغل في الفيديوهات دي. الان بدي اسال انا سؤال، او قبل ما اسال السؤال بدي أركب مصباحين على التوالي. بدي أرفع المقاومات وبدي أركب مصباح، المصباح الثاني على التوالي، نفس المصباح طبعا، نفس الأولاني هو نفس الثاني، وحاجيز وبدي توقع للتيار قديش. التيار تبع مصباح واحد كان 294 ملي امبير على التوالي، نعم توصيل على التوالي.
توقع تاني، طبعا مش صحيحة التوقعات هذه. مهندس المستقبل ليش 249 يعني؟ اللي قال 145 واللي قال شيء مقبول، بس ليش يعني 100 و 167؟ مروان عمر، مروان عمر انت شايف الفيلم قبل ايه؟ طب ماشي، هشوف نشوف نكمل الفيلم اللي هي 199 ملي امبير، يعني 200 ملي امبير، مش 145 او 102 و 146. المفترض يطلع عندي 146. هذا السؤال اللي انا بسألكم اياه، ليش طلع 199؟ ليش طلع 199؟ مش هجاوب هالقد على السؤال هذا، هأتركه ونجيب عليه فيما بعد. الإجابات اللي بتطرحوها فيها جزء كبير من الصحة، بس أنا عايز إجابة إيش؟ شافية، يعني إجابة كاملة عشان أنا أقول الأمور تمام التمام. هنا طبعا الرسمة بتاعت التيار في التيار. ممكن على فكرة هذه النقطة اللي بدي فيها كمان شوية، التيار بيتجزأ. ماشي أستاذ يحيى، بسبب الحرارة، بس بدنا نفهم إيش يعني بسبب الحرارة. اوكي يعني بسبب الحرارة، بسبب ان المقاومة تبعته المصباح بس بدي ربط لهذا الكلام مرة. ارتفاع درجة الحرارة تقل المقاومة لسهولة حركة الإلكترونات. أكيد هي الحرارة تسهل مرور الإلكترونات. ماشي برضه هيك، بس ايش السبب من سلك التنجستور؟ الحرارة لها علاقة بالتوصيل الكهربي. كل هيك الكلام هذا حلو وكويس وجيد، كله كلام صراحة يعني يعني ما بعيد، مش بعيد عن الواقع تبع. ماشي برضه انا حاقول وجهة نظري، بس خليها في اخر المحاضرة إن شاء الله. بعدين من الآن بدي أرجع أحكي في الموضوع تبع توزيع التيار، أحكي في موضوع توزيع التيار اللي هو فكر. ننظر إلى هذا الشكل اللي قدام، ننظر للشكل اللي هنا. ننظر للشكل، يمكن لو كنا إحنا في أكاديمية، يعني أكاديمية للحسابات والإشي، نركز ونقول والله احنا نتحدث عن قوانين كيرشوف او حاجة. لكن احنا في الواقع العملي تبع الشغل بيعتمد فعلا على القوانين، يعني قانون اوم مع مشتقاته. ماشي، الاجابات مش خاطئة، الاجابات مش خاطئة، او باجمل الموضوع ان شاء الله في الاخر، الاجابات مش خاطئة. لكن احنا اكثر ما بنركز يعني انه ايش هو نص قانون كيرشوف تبع التيار، او نص قانون كيرشوف تبع الجهد، بنركز على فهم الماده اكثر، يعني ان انا افهم ايش اللي بيحصل اكثر. ماشي، لكن هذا ما بمنعش اقول انه كيرشوف قانونه الاول او قانونه تبع التيار بيقول انه
مجموع التيارات الداخلة إلى عقدة تساوي التيارات الخارجة منها. التيارات الداخلة إلى عقدة تساوي الخارجة منها. نجيب الدائرة هذه، نحاول نرسم هنا العقدة، نقول نعتبر إنه هذه النتفة هي عبارة عن العقدة. لما تكون هذه هي العقدة، بكون عندي هنا جاي طبعا تيار الالكترونات الان. ها انا بحكي الان عن تيار الالكترونات، قلت لكم انا مش اليوم ما بدي احكي عن التيار تبع الالكترونات، حقول انا بحكي عن تيار الالكترونات، لكن لو اجت معي العقده على الشقه هذه ما كنتش حقول تيار الالكترونات، حقول التيار بمر وبس، بس لكونها اجت معي الدائره هان حضطر اقول تيار الالكترونات. اذا تيار الالكترونات اللي جاي من البطاريه اي جاي من هنا الاتجاه هذا، حيطلع هذا التيار، حيدخل العقدة، التيار حيدخل العقدة هذه ويطلع من هنا ومن هنا ومن هنا حسب قانون كيرشوف الأول أو تبع التيار. فالتيار اللي داخل هنا يساوي التيارات الخارج، يعني التيار الداخل إلى هذه العقدة يساوي التيار الخارج منها. فلو كان خاشش 10 وطالع واحد يبقى ال10 بتساوي الواحد، لو كان خاشش تيار واحد وطالعين ثلاثة يبقى التيار اللي داخل هنا يساوي مجموع الثلاثة اللي هنا، يساوي مجموع الثلاثة اللي هنا. طب نسترجع اللي حكيناه في المقاومة ال 100 اوم، نحاول نطبق على المقاومة ال 100 اوم اللي وصلناها على التوازي. هنا عندي مقاومتين كل واحدة كانت 100 اوم، وصلتهم على التوازي. طبعا انا اللوحه قدامي مش كبير عشان اقول لك الرسم هذه والرسم هذه، فيعني زي ما تقول مضطرين نتعامل بهذا الاسلوب. ويعني بدنا نستذكر المعلومه لما احنا دخلنا التيار على مقاومه واحده كان قديش قيمته؟ مين بيتذكر؟ ما حدش متذكر؟ طب انا بذكركم، 61 ملي امبير، مقاومه 100 اوم لحالها مع البطاريه كانت 61 ملي امبير. لما وصلت مقاومتين على التوازي قديش كان التيار عندي؟ حد مركز معايا؟ 61 على التوازي، على التوالي كان 31 ملي. انا بحكي على التوازي، بعدين انا طلعت من توصيل لذاك، انا بحكي في قوانين كيرشوف عشان انت تبقى ايش في الصوره. نعم، لما كان واحده يعني واحده من هذول المقاومتين، لو انا فصلت واحده من هنا، ها فصلت واحده، التيار عندي هنا بتقيسه الساعه 61 ملي، لكن انا لقيت موصل التنتين على التوازي. طيب احاول اشوف الفيلم، بس على الله يطلع معايا الفيلم. هنا هنا يمكن ايش اسمه، نقيس تيار مقاومتين. اوه تمام، كويس، اجت بالصدفة. مقاومتين على التوازي 121 ملي، اي مقاومتين على التوازي 121 ملي. نشوف مقاومة واحدة بس، مش هنا، لما نوصل على التوازي بصير 120، وواحدة لحالها على التوالي. كويس جدا، نرجع لأخونا كيرشوف.
يبقى هنا لما كنت موصل مقاومة واحدة كان عند التيار 61 مللي، لما وصلت مقاومتين صار عندي 120 مللي، يعني في تيار مر هنا. لو انا جيت على قانون اوم على طول المقاومة هذه لحالها على اعتبار انه تحتانية هذه مش موجودة، طبق ال 100 اوم مع ال 6 فولت بيطلع معاك التيار 61 مللي. الثانية هذه طبق قانون اوم بيطلع 61 مللي، بنركب التنتين على التوازي يبقى في تيار مر هنا وفي تيار مر هنا، مجموعهم هو اللي انا قاسته الساعة. الساعة هنا قاست مجموع التيارات اللي في الدائرة، لكن المقاومة هذه ما زال الجهد على طرفينها 6 فولت، ما زال الجهد على طرفينها 6 فولت، وبالتالي ما زالت هي بتمرر من داخلها فقط 61، يعني ال 61 حتمر من هان و61 من هان، هنا 120. طبعا احنا لما نقول لا مؤاخذه 120 121 61 60 هذه كلها مفهوم، يعني 60 زائد 60 120. نرجع مرجوعنا للعقدة تبعت كيرشوف، وقلنا انه التيار الداخل بيساوي مجموع التيارات الخارج. طب خلينا نعملها، لنفترض انه ار 1 100 اوم، ار 2 100 اوم، ار 3 100 اوم. قديش حيكون التيار التوتال الكلي، التيار اللي هنا قديش حيكون؟ تيار سهلة برضه، 180 ملي امبير. كويس يا حمايه، نعم نعم استاذ يحيى صحيح، لانه ما زال المقاومه هذه، لاحظ المقاومه هذه مشبوكه على طرفي البطاريه، وهذه مشبوكه على طرفي البطاريه، وهذا ايضا مشبوك على طرفي البطاريه. هذه ميزه توصيل التوازي، يبقى الاولانيه حتاخذ 60 والثانيه حتاخذ 60 والثالثه برضه حتاخذ 60، 60 زائد 60 زائد 60 يساوي 180 ملي امبير. وهنا عندي يبقى التيار هنا حيمر 180 ملي، هنا حيمر 60، هنا 60، هنا 60. نبقى بهيك، انا قلت 100، اذا قلت يمكن بالخطأ بكون قلت 100. ماشي الحال، بنعيد كمان مره. انا عندي ار 1 لحالها، ما نفترض انها هي متصله على البطاريه، ار 1 لما انا افترضتها 100 اوم بتمرر تيار 61 ملي، يبقى هي ار 1 مر فيها 61 ملي. ار 2 متصله نفس الاتصال، ار 2 متصله نفس الاتصال مع البطاريه، يعني هذه مر فيها 61 او 60 خلينا نقول، يبقى هذه برضه بده يمر فيها 60. وار 3 متصله نفس الاتصال على اعتبار ها انه انا حاطط قيم قد بعض بالضبط، يعني حاط قيم قد بعض بالضبط، يبقى في عندي ار 1 حيمر فيها 60، ار 2 60، ار 3 60، يبقى 60 زائد 60 زائد 60، يبقى الخط هذا حيمر في 180 ملي امبير. وعادي يعني انا يعني انا بنبسط جدا لو واحد جاب له ثلاث مقاومات بالفعل ونفذ هذا الشيء عنده في البيت، ويلاحظ كيف انه التيار التوتال اللي هو هنا كيف راح يزيد هذا التيار لما انت بتزود المقاومات. ولو تمكنت من قص هذول، بس احنا طبعا يعني مش كتير بنحب نقيس التيار، لانه بصراحه يعني الساعات بتعطل مع قياس التيار، لانه يعني اقل خطا بعرض الساعه للتلف، يعني ممكن طرف الساعه يخبط في طرف البطاريه بالخطا او بالصدفه، فعلى طول بتلاقي حتى الفيوز بتاعها انحرق. لكن احنا لما بنقول قانون كيرشوف نقول قانون اوم، كيرشوف واوم، معنى ذلك انه احنا بنفهم مرور التيار في القطع وتبعون التوازي، هذول اقل اهميه من فهم توصيله التوالي. نشوف المقاومات المتصله على التوالي كيف حيكون التيار فيه. طبعا ننتهز فرصة واحنا لسه ما زلنا حافظين القيم تبعت المقاومات. عندي هنا نفس المقاومات 100 اوم 100 اوم 100 اوم 100 اوم، التيار اللي قسته انا هنا
انا بفكركم فيه، احنا قسناه 31 ملي امبير، يعني مقياس الساعه اللي هنا كان بيقيس معايا 101 عفوا 31 ملي امبير، 31 ملي امبير، 31 ملي امبير. لقيت قانون كيرشوف الثاني بيحكي في القصه هاي. ايش بقول؟ نص القانون انه المجموع الجبري للجهود حول اي مسار يساوي صفر. القانون كيرشوف الثاني ايش بيقول؟ المجموع الجبري للجهود حول اي مسار يساوي صفر. كيف احنا بنفهمه؟ نفهمه انه الجهد تبع البطاريه هذا حيتوزع على المقاومتين هذول. لو انا بدي امشي في المسار بالشكل التالي، حامشي من هنا، حانتقل هنا موجب، هنا زائد، وبانتقل هنا لهنا بالناقص. بالنسبة للمقاومة هذه، هذه المقاومة هنا موجب، هنا ناقص، حيمشي التيار بالشكل هذا، وبعدين حيمشي التيار يمشي ويروح معايا هنا، هنا بينتقل التيار من الناقص إلى الزائد. أحط الزائد. هنا بينتقل من الناقص إلى الزائد، لأن أنا قلت في بطارية داخلية، في تيار داخلي بمر في البطارية، التيار من هنا لهنا ينتقل من الناقص إلى الزائد، ينتقل من الناقص إلى الزائد، يعني حياخذ إشارة إيش؟ من الناقص إلى الزائد إشارة موجب، من الزائد إلى الناقص، من الزائد إلى الناقص إشارة سالب، يعني حأجد في النهاية إنه عندي أمسح على اساس انه احنا في قانون كيرشوف الثاني بنمشي، اللي بيمشي معايا يعني هنا موجب هنا سالب، من الموجب الى سالب يبقى سالب، هنا موجب هنا سالب، من الموجب الى السالب سالب، هنا من السالب الى الموجب يبقى موجب، يعني المفترض انه هذه الاشاره بالموجب اللي هي 6 فولت تساوي هذه زائد هذه. عشان هيك انا بقول ان الفيوز هذا لازم تركبه بنفس المواصفات، اوعى تحط سلكه بلاش تدمر الساعه. على طول الفيوز بنحرق. على طول الفيوز بنحرق لو انت زودت التيار، وزياده التيار في القياس عندنا ياما اسهله، ياما اسهل انك انت تخطئ في القياس وتعطل الساعه. عشان هيك بنلاقي ساعات غاليات جدا جدا، يعني ساعة تسوى لها 100 دولار 200 دولار، لكن ما فيش فيها مقياس للتيار، ما فيش فيها مقياس للتيار لأنه احنا ما بنستخدمش مقياس التيار. خلينا نكمل مع قانون كيرشوف الثاني، ونسيب الصيغة الرياضية تبعته، المجموع الجبري للجهود حول مسار تساوي صفر، ونقول إنه جهد البطارية اللي هنا اللي هو 6 فولت في قدامه المقاومة هذه والمقاومة هذه، حيتوزع على المقاومتين. خلاص يعني جهد 6 فولت حيتوزع على المقاومتين، ما دام المقاومتين قيمتهم نفس القيمة يبقى لازم الجهد اللي عليهم ايش يكون؟ المجموع الجبري للجهود حول مسار، المجموع الجبري للجهود حول مسار يساوي صفر، نعم هذا نص قانون كيرشوف بتاع الجهد. يساوي صفر، لأنه في شيء بيمشي من الموجب للسالب وشيء بيمشي من السالب إلى الموجب. نعم. صفر، نعم صفر صفر صفر، هيك النص تبع قانون كيرشوف. بس احنا مش نتعامل مع الموضوع بشكل رياضي، نتعامل معاه بشكل عملي، بشكل عملي يعني مش بشكل رياضي. هذا لما بتعامل معاه بشكل رياضي واقول من الموجب الى السالب ومن السالب الى الموجب، انا بتعامل معاه بشكل عملي، عندي بطاريه 6 فولت، عندي مقاومات متصلات معاها على التوالي، يبقى جهد ال 6 فولت حيتوزع على هذه المقاومات،
هيتم توزيع الجهد 6 فولت على هذه المقاومات، وكل مقاومه هيكون الجهد اللي على طرفيها ركز معايا يتناسب فرضيا مع قيمتها. بعيد الجمله هذه كمان مره. عندما يتوزع الجهد على مقاومات في مسار، فإن كل مقاومة تحجز على طرفيها جهدا يتناسب فرديا مع قيمتها، يعني المقاومة الأعلى عليها جهد أعلى. يعني لو كان عندي هنا مثلا 6 فولت، عندي هنا مقاومة 100 أوم، وهذه المقاومة 200 أوم، يبقى المقاومة ال 200 أوم هيكون على طرفيها، يعني هنا وهنا، جهد أعلى من الموجود على مقاومة طرفها 100 أوم. معلومية التيار اللي هنا، معلومية التيار اللي هو 30 ملي أمبير مثلا، نفتكر من 30 ملي أمبير، ومعلومية قيمة المقاومة، بإمكاني استخدام قانون أوم حساب الجهد الموجود على طرفي المقاومة هذه أو أحد المقاومتين. حدا بحاول يحسب لي قديش يكون الجهد؟ حدا بيقدر يحسب لي الجهد على المقاومة هذه؟ التيار 30 ملي، المقاومة 100 أوم. تيار 30 ملي، المقاومة 100 أوم، وحدا يحاول يحسب الجهد وأنا بدي أحاول أحسبه معاكم قديش. ثلاثة فولت، أستاذ يحيى صحيح. ثلاثة فولت. إذا المقاومة هذه على طرفيها 3 فولت، والمقاومة هذا على طرفيها قديش؟ برضه 3 فولت، يبقى مجموع الفولت اللي هان زائد مجموع الفولت اللي هان يساوي جهد المصدر. هذا هو قانون كيرشوف، بس من وجهة نظرنا احنا. يعني احنا ما قلناش المجموع الجبري وما الجبريش على طول، هي يعني عندي بطارية، عندي هنا بطارية 6 فولت. عندي بطارية 6 فولت. وعندي هنا مقاومة 2 3 4 ان شاء الله 100 موصلات بالشكل هذا على التوالي. يبقى جهد البطارية حيتوزع على هذه المقاومات كلها، وكل مقاومة حتاخذ جهد يتناسب مع قيمتها، مش يساوي، اوعك تقول يساويها، يتناسب مع قيمتها وبشكل ايه؟ بشكل فردي، بشكل فردي، يعني المقاومة الأعلى حيكون على طرفيها جهد أعلى. الأعلى حيكون على طرفيها جهد أعلى. مش عارف إيش الحسبة هذه، ويساوي 3. كلكم بتحسبوا نفس الحسبة، كويس أستاذ محمد فور داتا. التيار بيكون أقل يا أخ مروان لما أنا بوصل مقاومات على التوالي. لاحظ أنا ما بقدرش أقول تيار أقل وبأسكت، انما انا مقارنه مع الحاجه الثانيه، يعني انا كنت مركب مقاومه واحده على جهد 6 فولت، يعني في عندي حاجه ثابته. ايش هي؟ الجهد. الجهد ثابت، لازم اثبت حاجه عشان اقول تيار اقل، يبقى لازم يكون عندي شيء ثابت اللي هو مثلا الجهد. جهد ثابت، مقاومه 100 اوم، تيار 61 ملي، او خلينا نقول 60 ملي. جهد ثابت 6 فولت، المقاومتين صاروا 100 اوم زائد 100 اوم، يعني 200 اوم، يبقى التيار حيكون عندي 30 ملي. الجهد ثابت، حطيت مقاومتين على التوازي، يبقى التيار حيكون اعلى وحيصير عندي 120 اوم. واللي بده يسال سؤال يتفضل يسال. إذا أنا غيرت في قيمة إحدى هذول المقاومتين، يعني مثلا 100 أوم ركبتها 200 أوم، التيار حيكون واحد، مش حيكون. التيار ما فيش قدامه طريق غير يدخل في هذه المقاومة ثم في هذه المقاومة، يعني هذه بشبه لك إياها وكأنه عندك ماسورة مية 10 إنش وماسورة مية نص إنش، اللي بيدخل في 10 إنش هو اللي حيدخل في النص إنش، ما فيش طريق ثانية يمر منها التيار، إذا التيار يبقى ثابت. التيار ثابت في المقاومتين، والمقاومة ال 200 اوم حتحوش على طرفيها جهد ضعف ال 100 اوم، لأنه هي ضعفها في القيمة. فلو كان عندي مثلا واحدة 100 اوم واحدة 200 اوم، على طول حلاقي ال 100 اوم صار عليها 2 فولت، ال 200 اوم عليها قديش؟ تقدر تقول لي؟ طبعا على طرفي، على طرفي المقاومة.
مش عارف، انا في عندي صوت غريب، معرفش اذا طالع عندكم او مش طالع عندكم. ماشي يا استاذ. بالفعل انا لو ركبت هنا بدل ال 100 اوم هذه مقاومه 200 اوم، يبقى حتحجز على طرفيها جهد ضعف المقاومه 100 اوم، وحيصبح عندي هنا 4 فولت، وعلى المقاومه هذه 2 فولت. ما مش عارف من وين جا الصوت طبعا، ما بعرفش من وين جا الصوت. هو صحيح في احد الافلام اللي انا سجلتها طلع لي فيها صوت الله يعزكم، لكن ما شغلتش الفيلم هذا، ما بعرفش كيف اجى، ما بعرفش يعني كيف اجى، كيف طلع، ما بعرفش من وين اجى، لانه ما رفعتوش اساسا بالرفع. وعلى العموم هذه علامه مميزه لاهل غزه يعني. سؤال المصابيح، نعم احسنت والله انا نسيته. طبعا توصيل المقاومتين المصباحين على التوالي زاد المقاومه، زياده المقاومه قللت مرور التيار، قله مرور التيار ما خلتش سلك التنجستون يسخن، لانه سلك التنجستون حتنخفض حرارته، حتنخفض حتزيد قيمته كلما ارتفعت درجه الحراره تبعته، يعني كل ما ترتفع درجه الحراره المقاومه تبعته بتنخفض، مش زي ما طبعا قالوا بعض الاخوه انه قيمته رايحه تنخفض لما ترتفع الحراره، لا، هو كل ما ارتفعت الحراره المقاومه تبعته بتزيد، كل ما بترتفع الحراره المقاومه تبعته بتزيد. فلما احنا دللنا التيار، فلما دل التيار ما ارتفعتش درجه الحراره بدرجه انها تخلي المقاومه تنقص، وبالتالي ما وصلش للحراره تبعته اللي هي المطلوب. نعيد، معلش نعيد السؤال كمان مره، احنا كنا حكينا فيه، لاحظ نشوفه هنا. هنا بنوصل مصباحين، ايوه كمل، نقيس التيار نلاقيه 199، لانه في العاده لو انت جيت على هذا المصباح وقست مقاومته الان بالساعه هتلاقيه بيقيس لك 10 اوم و3 اوم و2 اوم مع انه انت لو جبت مقاومه 2 اوم وحطيتها في البطاريه حتولع نار، حتولع نار. ليش؟ لانه مقاومه المصباح هذا بتبقى منخفضه، لما يسخن المقاومه بترتفع. يعني الان لما انا لما وصلت مصباحين على التوالي قل مرور التيار، وبالتالي الارتفاع في قيمه المقاومه ما كانش كافي، ف عفوا السخونه ما كانتش كافيه انها ترفع المقاومه بزياده، انها تقلل قيمه المقاومه او ترفع قيمه المقاومه ولا تخربط. نعم، كل ما سخن، ما هي الموضوع شوية لخمة فيه. المقاومة تبعت المصباح تبقى منخفضة، عند التسخين بتعلى، وبالتالي بتقلل هي مرور التيار. هلقيتها لما أنا سخنت المصباحين السخونة ما كانتش كافية إنه يصل لحد القيمة المطلوب تبعه فقط لا غير، يعني الموضوع فعلا هو عبارة عن تسخين ومقاومة داخلية، وعشان هيك احنا بنسمي هذه ممانعة المصباح، ما بنسميهاش مقاومة المصباح. يعني بدي اقول لك المصباح هذا، بسأل عن ممانعة المصباح قديش، المصباح الآن في الفترة هذه له ممانعة معينة ممكن نحسبها، وفي الفترة الثانية والمرة الجاية إن شاء الله بوضح الموضوع هذا بشكل أوسع، لأنه صوت شو اسمه هذا صحيح إنه بلبشني شوي. ماشي، المرة الجاية نتقابل إن شاء الله، نسيبكم على خير إن شاء الله.